معهد الحد تسليم بكرة. مفيش حاجة أخيرة عايز تطلبها؟ في، ركز في اللي هقوله لك عشان هتنفذه بالحرف. بتقول ايه؟ هو اللي قالك كده؟ طيب ما تعملش اي حاجة لحد ما اقولك. ايوه بهاء، اجمع لي كل الضباط اللي عندك دلوقتي حالا في اوضه الاجتماعات. زي ما انتوا عارفين الارهابي سليم فواز خد حكم بالاعدام من سنه. الحكم ده المفروض هيتنفذ بكره الصبح، لكن من شويه وصلت لنا رساله بان في عمليه اغتيال هتتم بكره وان هو عنده معلومات كافيه عنها، لكن هو مش هيتكلم الا قدام المقدم حمزه. مش المقدم حمزه ده اللي قبض عليه سعادتك؟ مظبوط، لكن المقدم حمزه واخد اجازه مفتوحه بعد الحادثه. المهم ممكن كلام سليم ده يكون كلام فارغ بيشتري بيه وقت عشان نأجل تنفيذ الحكم، لكن برضه ممكن يبقى فيه احتمال انه يبقى كلام بجد. والحكم بكره الساعه 10 الصبح، ده معناه ان احنا قدامنا 9 ساعات، يعني مفيش اي وقت. رائد بهاء. تمام يا فندم. انت اللي هتكون مسؤول عن الموضوع ده، عايزك تجيب لي حمزه باي طريقه ودلوقتي. اوامر سيادتك. الو، ايوه عليا. طيب طيب 5 دقايق اكون عندك بالظبط. الحمد لله على السلامة. مش شغلي تروح له عند اخته، تروح له عند صاحبه، اتصرف يا بهاء. المهم تجيلي بيه دلوقتي حالا. اتفضل. ايوه وحيد، كلم السجن وقول لهم ما ينفذوش حكم الاعدام الا بامر شخصي مني انا. البيت قوي.
وانت كمان والله يا حمزه وحشتني. عايزين نقعد بقى النهارده نتكلم لحد الصبح. لا لا الصبح ايه؟ لا لا هشيله انا عم ادخله اوضه النوم. ايوه بسم الله. هقعد معاكوا 10 دقايق كده وبعدين ارجع لك بالليل. لا بالليل ايه؟ احنا هنفطر مع بعض، اوعى تمشي. هو في اكل في الثلاجه؟ هتنزل تجيب فطار من تحت. اوعى تمشي يا حمزه، انت اصلا وحشني وعايز اتكلم معاك يا ابني، ما تمشيش. قوم يا رأف. حمزه في حد فتح قريب انزل اجيب منه اي سندوتشات؟ انا هتصرف، انا خليك انت لسه جاي بالسفر. ربنا يخليك يا حمزه. حمزه بيه عايزينك. محامي كلمني تنفيذ الحكم النهارده. حاولت اكلمك ما بترديش، هتعملي ايه؟ لو هتروحي حاجي معاكي، مش هسيبك تروحي لوحدك. هو بابا هيروح يستلم الجثة. أنا مش عارفة أقولك إيه. ربنا يصبرك يا بنتي. بكرة تنسي. رايحة فين؟ غادة، غادة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. أخيرا أقدم حمزة صلاح، لأن كتير قوي ما تقابلناش يا حمزة. الحمد لله على السلامة، إزيك؟ الحمد لله تمام يا فندم. تفضل. تفضل يا بهاء. تفضلوا. ايه يا حمزه؟ بهاء قال لك ولا لسه؟ الحقيقه هو قال يا فندم، بس انا لسه مش فاهم قوي. ازاي سليم بلغ عن عمليه اغتيال جديده؟ هو مش لسه في السجن؟ ايوه في السجن. والنهارده كان تنفيذ الحكم عليه. بس حسب كلامه في عمليه اغتيال كبيره هتحصل. سليم مش بتاع تهديدات يا فندم. لو لا تحصل يبقى اكيد هتحصل. عشان كده لازم نعرف مين وامتى، ومحدش هيجاوبنا على السؤالين دول الا انت يا حمزه. انا يا فندم؟ سليم رافض يتكلم مع اي حد الا انت. روح له يا حمزه، اعرف منه كل حاجه. لكن يا فندم انا دلوقتي مش في الخدمه. و اقطع اجازتك واعتبر نفسك رجعت للخدمه. مفيش وقت يا حمزه، روح له اعرف كل التفاصيل عشان نمنع المصيبه السودة دي. حاضر يا فندم، اروح له. اتفضلوا. بعد اذنك. لا خليك على اتصال بيا على طول. حاضر يا فندم.
يا حمزة، في ايه مالك؟ ولا بتتصل ولا بتسأل، وقاطع مع الناس كلها، ايه؟ أنا مش فاهم يا أخي، واحد واخد أجازتك دي كلها بيعمل فيها إيه؟ على الأقل يا سيدي كنت كملت علاجك ورجعت زي الفل عادي، يعني إيه المشكلة؟ لكن تفضل قاعد لي طول المدة دي كلها في البيت؟ هو ده اللي هينسيك يعني؟ دي حاجة تتنسي برضو. هو اتفضل، ما نسيتش ومش هتنسى، وتلاقي ده اللي بتعمله في البيت كل يوم، تقعد تفتكر لي في اللي حصل لحد ما هتتجنن. حمزة انا كلمتك كتير ما بتردش، وحاولت قبلك ما عرفتش. ايه في ايه؟ انت لازم تخرج من اللي انت فيه ده يا حمزة، لازم. رخص كبيرة لو سمحت. سعادة الباشا، اتفضل يا باشا. خليك انت بهاء. نعم. هخش له لوحدي يا بهاء. دخله دلوقتي؟ طيب لا ما تدخلوش انت، سيبه هو هيتصرف، وبلغني باي حاجه تحصل. ما تسيبه يا بهاء، قلت لك نفس اللي بقولك عليه. شكلك ما تغيرش عن اخر مره شفتك فيه. حلو العكاز، لايق عليك. قالوا لي انك طلبت تقابلني. مظبوط، اخر يوم ليا، فقلت اكيد مش همشي من غير ما اشوفك واطمن عليك. اخبار العلاج الطبيعي بتاعك ايه؟ مواظب عليه ولا بتكسل؟ سليم، خش في الموضوع يا سليم. متسرع، عيبك انك متسرع. قول يا حمزه، عملت ايه بعد ما سبت الداخليه؟ دورت على شغل؟ ولا بتقعد كل يوم بالليل لوحدك تفتكرها؟ صدقني انا اكتر واحد حاسس بيك.
عارف كويس يعني ايه يروح منك حد بتحبه فجأة بتحس ان كل حاجة بقت غلط، بتحس ان كل حاجة ملهاش معنى، كل حاجة ناقصة. بس مع الوقت تتعود. سمر ما كانش ليها ذنب يا سليم. وابني ما كانلوش ذنب يا حمزة. كان ممكن كل ده ما يحصلش. كان ممكن. لو كنت سلمت نفسك. مش موضوعنا. انت جيت عشان عرفت ان في عملية اغتيال هتحصل وجاي عايز تعرف تفاصيلها عشان تحاول تمنعها، مظبوط؟ مش انت طلبت تقابلني عشان كده؟ خالص، انا طلبتك عشان اقولك احنا لسه عندنا اعداد تانية كتير قوي. بص يا سليم، مفيش اي حاجة ممكن تقولها هيخليهم يأجلوا حكم الاعدام. مين قال لك ان انا عايز اجل حكم الاعدام؟ بالعكس، انا عايز العداله تاخد مجراها. ولما جبتك النهارده عشان اقول لك ان انت كمان هتدفع الثمن. اللي هو مختار السويفي اترقى دلوقتي بقى مساعد وزير الداخليه، هو ده اللي هيتقتل الساعه 9 بالظبط، يعني قدامك 12 ساعة من دلوقتي. لو ما لحقتوش هقتلهولك بإيدي. اسمع يا سليم، انت مش هتخرج من هنا علشان تروح أي حتة أو تعمل أي حاجة. حكم الإعدام هيتنفذ النهارده. 12 ساعة. حاول ما تضيعش وقتك. ومتهيألي أنا عملت اللي عليا وزيادة. قلت لك مين وإمتى وفين. بس تفتكر حتى بعد ما قلت لك كل ده هتقدر تلحق؟ ويكون في علمك دي أول لعبة نلعبها مع بعض، بس أوعدك مش هتبقى الأخيرة. مختار السويفي؟ سليم قالك هيقتل اللواء مختار السويفي؟ يا نهار اسود، مش ممكن. هو ده اللي قاله يا فندم. ماشي، هيقتله ازاي وهو في السجن؟ انت عايز تجنني؟ لو حضرتك قريت الملف بتاع سليم كويس قوي يا فندم هتعرف ان هو لو عايز يعمل اي حاجه مفيش حد هيقدر يمنعه. حضرتك عارف كويس واختار ليه اللواء مختار بالذات. ايوه عارف، عشان اللواء مختار كان ماسك عمليه القبض عليه. بالظبط كده يا فندم، واضح ان سليم مش عايز ينتقم منه بس، لا عايز ينتقم من كل اللي كان ورا دخوله السجن. مش كده وبس يا فندم. وايه كمان؟ مدام سليم يا فندم قال لنا على العملية وحدد لنا الميعاد بالظبط يبقى بيتحدانا. أنا رأيي يا فندم إن احنا نأجل موضوع الإعدام ده لغاية لما الساعة 9 تعدي. ورأيي كمان إن احنا نبدأ فورا. خلاص يا حمزة، خلاص. مفيش آراء. أنت كده خلصت. يعني إيه يا فندم؟ يعني احنا كنا محتاجينك عشان تساعدنا نتكلم. خلاص. دورك خلص يا حمزة.
تقدر تروح وتستريح واحنا هنتصرف. اللي تشوف ساعتك فين. بابا تمشي وتسيبني؟ لا يا حبيبي مش هسيبك تاني ابدا. هنسافر مع بعض وهنعيش في بلد جميله جدا وهتروح مدرسه جديده وهيبقى عندك صحاب جداد هيحبوك وهتحبوهم، بس مش هيحبوك اكتر مني لان انا بحبك اكتر واحد في الدنيا. مش انت عارف كده كويس صح؟ تحبوسك. اوعى تتحرك من هنا فاهم؟ ما تتحركش من هنا ابدا، ما تتحركش. ما كانش المفروض الحكم يتأجل. مفيش أي سبب في الدنيا يخلينا نأجل إعدام واحد زي سليم فواز. بعد إذن سيادتك. إزاي يا فندم؟ ده هددنا باغتيال سيادتك. آسف سيادتك. ده كان قرار أنا فندم. كان لازم أعرف آخره الأول. وديك عرفت. ممكن بقى تقول لهم ينفذوا الحكم النهاردة؟ ايوه فندم، بس حمزه رايه ان احنا نستنى لحد ما الساعه 9 تعدي. حمزه هو مش ساب الخدمه؟ لا يا فندم، هو في اجازه مفتوحه، بس سليم طلب يقابله فاضطرينا نجيبه. احنا كل هدفنا سعادتك ان احنا نامنك يا فندم. تامنوني؟ ايوه يا فندم، سيادتك عندك مؤتمر النهارده في نادي الشرطه، وانا رايي ان احنا ناجل المؤتمر ونزود الحراس على سيادتك. مؤتمر ايه اللي اتاجل يا سياده اللواء؟ مفيش مؤتمرات هتتاجل. مساعد وزير الداخلية يعمل حساب لإرهابي مقبوض عليه ومحكوم عليه بالإعدام. طب على الأقل سيادتك نغير مكان المؤتمر، نخليه في الصالة المغطاة، مكان مقفول ومحكم نعرف نتصرف. وعلى إيه؟ ما نعمله من بيتنا أحسن. جرية مجدي، هنسيب سليم فواز يتحكم فينا ولا إيه؟ الحكم لازم يتنفذ النهاردة ومش هتناقش في الموضوع ده تاني، والمؤتمر هيتعمل في مكانه وفي ميعاده. كلامي مفهوم؟ مفهوم سيادتك. تفضلوا. تمام. مش هينفع نسيبه كده، لازم نأمنه. انت المسؤول عنه من اول ما يطلع من مكتبه لحد ما يوصل بيته، ما تخليهوش يغيب عن عينيك لحظه يا بهاء. مفهوم؟ مفهوم سيادتك. وانا هروح اخليهم يبداوا اجراءات تنفيذ الحكم. ارجع انت يلا يا بهاء، ما عندناش وقت. يا علي. ايوه يا باشا. خليهم يبتدوا يجهزوا سليم وينقلوه. الحكم هيتنفذ دلوقتي. يا فندم انا هحضر تنفيذ حكم الاعدام. ايوه يا ابني احنا وراكم. لا انا مش هتاخر. ايوه هرجع البيت الاول عشان اغير، بعدها اطلع المؤتمر الصحفي. عايز حاجه اجيبها معايا وانا جاي؟ طب يلا سلام. انت هتفضل معايا كده في اي مكان اروحه؟ دي اوامر اللي هو مجدي سعادتك. والفيلم ده بقى هيخلص امتى ان شاء الله؟ لما اللي هو مجدي يقول لي سعادتك.
قلتلك. ايه مالك؟ انت كويس؟ احنا خلصنا خلاص. صدق الله العظيم. ألو. في إيه؟ حكم الإعدام تنفس بسليم. مرات سليم فواز عايز سعادتك يا باشا. خليها تتفضل. أنا جاي أستلم جثة جوزي. والآن مع كلمة السيد اللواء مختار السويفي مساعد وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا عارفين احنا في حالة حرب ضد الإرهاب. حرب استمرت لشهور طويلة ولسه هتفضل مستمرة. انت متأكد ده انا هلاقيك هنا؟ الساعة لسه ما جاتش 9%. يعني هي 9 إلا 5 ولا حاجة، يعني ما اعتقدش ان في حاجة هتحصل. وبعدين الحكاية كلها خلصت وسليم اتعدم وانت شفته بعينيك. بالمناسبة انت ليه أصريت تروح تحضر تنفيذ الحكم؟ علشان اتاكد انه مات. اديك اتاكدت يا حمزه. دلوقتي بقى عيش حياتك، خد بالك من نفسك. الحرب ضد الارهاب مش متوقفه على الجماعات الارهابيه. صاحبك هنا اللي جابه. اي جهه هدد امن مصر. ان الساعه لسه ما جاتش 9. بس حمزه ده واصل. مع اللواء مجدي دايس. مع اللواء صبري دايس. هتشوفه بيعمل ايه وتعلم منه. اسمحوا لي دلوقتي اطلب منكم كلكم تقفوا دقيقة احداث على ارواح شهدائنا اللي قدموها فداء لمصر. احنا كلنا شايفينه ومتابعين كل حاجه. يا ابني اسكت اسكت، مش وقته. من المكتب الاعلامي.
إعلامي لوزارة الداخلية وبين شهود عيان حضروا تظل الحقيقة التي رأيناها جميعا هي استشهاد اللواء مختار السويفي مساعد وزير الداخلية على الهواء مباشرة أثناء حفل تكريمه أسر شهداء الداخلية ليتحول وفي أقل من لحظة واحدة إلى واحد منهم. مش ممكن. استنى يا ابني استنى يا فندم يا فندم. سليم فين يا فندم؟ ما هو مات قدامك، ما انت كنت موجود. جثته عايز اشوفها وارجوك بسرعه. مراته جت استلمتها ولسه خارجه من هنا ما كملتش 5 دقايق. بعد اذن حضرتك. يفتح صندوق. انزل انزل افتح يا ابني افتح. ايه ده؟ في ايه؟ حمزة انت عايز ايه؟ عايز اشوف سليم. يعني ايه تشوفه؟ انت عايز من ايه ده؟ لو سمحت لازم اخرس. اياك تنطق اسمي على لسانك. افتح يا ابني افتح افتح. ايوه. مش قلت لك مش هتأخر عليك سليم؟